يا هلا سود الثلاثين شدوا الانتباه، وكل سابق خيل تعرف باسم خيالها. جاتك امس دم من اطيب متاعب ترعى، سومها لرجال الاعمال هدر اموالها. اساسها لو حيده واسمها اساس الغنى، والفحل المنتجه في الخليج عيالها. عصرية على قناة حمد البويس. عكس نشوي الوسمة عقب انتهى هبل اتجاه مزنة ما بين الشرق وجنوب خيالها. خيالات من صوبية بنين سايقها هوا احتواها صال في العواصف يشاف ولالها. برقاها فوق الصياح ترى ساري سنة مرة عادها الأرض فيها كثير زلزالها. يا هلا السود الثلاثين شد الانتباه، كل سابق خل تعرف باسم خيالها. جاتك سودا من اطيب متاعب ترعى، سماها لرجال الاعمال هدر اموالها. كانها بابور عرض يلف ادره مشاه، كل ما صاح المصيح كثير زرفالها. كلها لا عرضت كانها ترقى نباه، كل ما ردت يميل الهوى بسبالها. راسها راس المهدد لكن ما لها لها، ورقبتها من عراها تحسب افصالها. مثل شكل النادرة لقبلت كانها فتاه، بنت شيخ الفارس الناشد تشتر حالها. ساسها لو حيده واسمها ساس الغنى، والفحل المنتجه في الخليج عيالها. عرضها واسم راشد نجاح للغنى، شهرة بين الغنى وتهي واعمالها. لجنة تشبه ما رقبها باشتباه، حزبته لا من تمال وما هي تنصالها. اقبلت باسم لجاه والعصا هم من عقب المره وهي تبرى لها. واسم قار من قبل مدحه يكفيني نبه، مدحه في بن جهيم صدق من قالها. مدته تغني وتعطى العطايا من عطا، عيده الا برك للحمول اشتالها. القبيله في غيابه يزكونه زكاه، ما حد لا راهنت به كسب معدلها. والبراهين صدق افعالها، مجدها من قبل مدح تناقلها الرواح، الاجداد في المغازي تقود ابطالها. والله انهم ذروه المجد، والله في سماه اسم فرح ما هو يليق لها. عكس نشوي الوسم عقب انتهى هبل اتجاه مزنه ما بين الشرق وجنوب خيالها. خيالات هواه تواها صال في العواصف يشاف ظلالها. برقاها فوق الصياح ترى ساري سنة مرة عادها الأرض فيها كثير زلزالها. يا هل السود الثلاثين شدوا الانتباه، كل سابق خل تعرف باسم خيالها. جاتك بسودا من اطيب متاعب ترعى، سماها لرجال الاعمال هدر اموالها. كانها
حصريا على قناة حمد البويس. ساسها وحيده واسمها ساس الغنى والفحالة المنتجة في الخليج عيالها أرضها واسم راشد نجاح الغنى شهرة بين الغنى وتهي وأعمالها لجنة تشبيه ما رقبها باشتباه حزبته لما انتمه لما هي تنصالها أقبلت باسم الجابر حديته تغني وتعطى العطايا من عطا عيده هي إلا برك للحمول اشتالها القبيلة في غيابه زكونا زكا ما حد لا رهنت به كسب وعدالها بساس ورسمة انت حدد مستواه في بيوت الشعر لو قلت فيه اجزالها سلم وفيه راشد وجزالها وسقاون والبراهين صدق افعالها مجدها من قبل مدح تنقلها الرواح الاشداد في المغازي تقود ابطالها والله انهم ذروة المجد والله في سمه رسم في الريح ما هو ينيق اصريه على قناه حمد البويسي.